فريق الهوكي في نادي الشرقية بيعتبر واحد من أهم الفرق في أفريقيا، وبتم تتويجه بالفعل بالبطولة الأفريقية، وده بعد الفوز على فريق أكساكرز بطل غانا بأربع أهداف مقابل هدفين في البطولة الـ32 اللي أقيمت في كينيا. دايما هوكي الشرقية بيحقق إنجازات، ما تعرفيش بقى، هو الناس بتطلع من مراكز الشرقية المختلفة مولودين على حب الهوكي تقريبا هناك. فريق الهوكي الشرقية حامل اللقب التاريخي للبطولة، سجل أرقام قياسية جدا في موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة أفريقيا 26 مرة، والبطولة دي عمرها كم مرة؟ 32 مرة أصلا يعني. ده بالإضافة طبعا إلى فوزه ببطولات الدوري والكاس والسوبر على المستوى المحلي. تألق كبير حققه فريق هوكي الشرقية الذي فاز ببطولة الأندية الإفريقية للمرة 26 في تاريخه من أصل 32 بطولة، وبذلك يتصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء بتلك الأرقام. البطولة 32 أقيمت في دولة كينيا وشارك فيها 12 فريقاً، وتمكن منتخب هوكي الشرقية من الفوز على فريق أكساكرز بطل غانا بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويعد فريق هوكي الشرقية حامل اللقب التاريخي للبطولة، كما أنه سجل أرقاماً قياسية في موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 26 مرة منذ عام 1988، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدوري والكأس والسوبر على المستوى المحلي، بجانب فوز الفريق الأول هوكي سيدات بأول بطولة إفريقية في تاريخ الرياضة المصرية النسائية عام 2019.